هذا سائل يقول: هل يدخل في شد الرحل المحرم قول القائل اذهبوا بنا إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا وصلنا سلمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ يقول: هل يدخل في شد الرحل المحرم قول القائل اذهبوا بنا إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يذهبون بهم من أين؟ من أين يذهبون بهم؟ يسافرون بهم من أجل قبر الرسول؟ نعم، هذا محرم لا يجوز. نعم.